السجين ها ها خرج بدا يتوضي خرجت البنتي يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا تلميذة إيمان سبيعة، قد حصلت على المعدل على أعلى معدل في ولاية قسنطينة بمعدل 19.48. أريد أن أصف أن قد كان مشوار دراسي حقا غاية في الصعوبة، قد كان شاقا جدا ومتعبا، حيث أنني بدأت الدراسة من أول العام، قد كان من بداية شهر سبتمبر، وقد ظهرت ثمرة جهوداتي والحمد لله. وأريد أن أشكر خاصة وأقدم إهدائي إلى أساتذتي الكرام الذين سهروا في تحصيلي علميا، وأيضا عائلتي، وأشكر خاصة أبي وأمي الذين كانوا سببا رئيسيا في كوني أنا معكم الآن. لقد ساعدوني كثيرا دروس الخصوصية، لأنه في القسم كان الوقت بداغوشي قصير جدا، وبالتالي أحتاج أحسن مستوي أفضل، وأيضا إضافة إلى اليوتيوب، حيث أن القنوات التعليمية والأساتذة في الإنترنت أيضا ساعدوني. أتمنى في المستقبل أن أصبح مثل أبي، طبيبة جراحة مثل أبي، تخصص تخصيصا جراحة الأطفال. الحمد لله لوجودنا اليوم وشاركتونا بهذه الفرحة، الحمد لله تحصل بنتي الباكرة تاعي على أعلى معدل في قسنطينة، والحمد لله تعبوا معها الأساتذة والعائلة تاعي بيانسيو اللي في بجاية، والعائلة تاعي اللي في العلمة تاع زوجي، الحمد لله تعبنا والله، تعبنا دي وجيب الدروس الخصوصية، وتعبنا والله تعبنا، بس الحمد لله.